اتعلموا مني يا ابن اتعلموا مارح، مني يا ابن يا ابن مارح. مارح. كيف تصنع ستاند للإبريق أو ما يسمى في لهجتنا بالمركاب؟ لقد قمت بصنعه بتكلفة قليلة جدا، ويستخدم هذا الستاند لتسخين الماء وعمل الشاي والقهوة وطهي الطعام، وكما تلاحظون فإنه يتحمل الأوزان الثقيلة. كل ما علينا هو جلب أسياخ حديد من أي مكان تجده، ثم نقوم بتحديد ما سيتم قصه. يجب علينا أن نحدد الأجزاء بالتساوي، فلقد حددت لكل ضلع من أضلاع المثلث الثلاثة ب13 سنتيمتر. الآن نقوم بقص الأجزاء التي قمنا بتحديدها. نقص ثم نقص ثم نقص. الآن كل ما علينا هو تلحيم الأجزاء التي قمنا بقصها. نلحمها بعضها ببعض بواسطة مكينة اللحام، ثم نلحم ونلحم ونلحم. لقد انتهينا من صنع رأس المركاب. الآن نقوم بصنع قاعدة للمركاب. نقوم بتحديد ما سيتم قصه بالتساوي، فأنا أريد ارتفاع المركاب حوالي 10 سنتيمتر، فقمت بتحديد الأجزاء بمسافة 10 سنتيمتر. الآن نقص ونقص ثم نقص. الآن نقوم بتلحيم الأجزاء بعضها ببعض، ثم نلحم ونلحم ونلحم. لقد انتهينا من صنع المركاب. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.